لا زالت مسألة إنقاذ الموسم السياحي وقطاع السياحة بصفة عامة هاجس صلة الإشراف. وفي هذا الإطار أكد السيد لحبيب عمار مدير المكتب الوطني للسياحة ضرورة النهوض بالنشاط السياحي بما أنه يضم أكثر من 1 مليون عامل، وذلك بمناسبة ندوة صحفية نظمتها اليوم شركة الطيران الفرنسية إيغلازيوغ تحت عنوان الرحلة الأولى باريس تونس. كما تعرفوا السوق الفرنسية هي أهم سوق أوروبية بالنسبة لتونس، احنا نستقطب قرابة 1,400,000 سائح من فرنسا، وجل هذه السواح يجيوا من جهة باريس. معناتها الخط هذا بطبيعة الحال باش يكون وسيلة لدعم وتدعيم السواح الفرنسيين نحو تونس وخاصة من جهة باريس. وعبر السيد ميزان جرويدان المدير العام للشركة عن استعدادات شركة الطيران إيغلازيوغ للتخفيض من سعر التذاكر بالنسبة للرحلات باريس تونس، بالإضافة إلى الخدمات المميزة والمتعددة التي ستقدمها الشركة. وأكد السيد جرويدان أهمية هذه المساعي في مساندة قطاع السياحة والمساعدة على إنجاح أهداف الفترة الانتقالية. ما هي أهداف زيارتكم إلى تونس؟ الزيارة تعتبر المرحلة الأولى لأن إيغلازيوغ كانت مشاركة في افتتاح هذا الخط منذ 2002، وقد مرت 9 سنوات على هذا المطلب، وقد توصلنا أخيرا إلى افتتاح خط باريس تونس، وهذا جدير بالاعتبار في إطار المساندات الجهوية. الفكرة هي اللي عجبتني، لأنه الفكرة المطروحة هو أنه الناس كل تتكلم عن الموسم السياحي في تونس مش بش يكون سهل برشا للعام هذا. يجيوك ناس اللي هما فرنسيس، لأن إيغلازيوغ هي أقدم شركة طيران خاصة في فرنسا، تأسست من عام 46 وهي شركة عائلية، ويقول لك أنا الراهن على السياحة في تونس ونفتح رحلتين في الأسبوع، نهار الثلاث ونهار الجمعة، باش نمشي لتونس، لأنه حتى واحد ما يفكر في حاجة اللي فما قوة اقتصادية كبيرة برشا في فرنسا، فما 500,000 تونسي. يعتبر العرض المقترح مبادرة هامة من شأنها أن تساهم في انتشال قطاع السياحة من التوقف، ولكن كالعادة تبقى مسألة إنجاح هذه المساعي الإيجابية رهينة الوضع الأمني بالبلاد.